بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء المشيئة له، لا لك ولا لي. حتى إبليس ما عندوش مشيئة، تمنى فأعطاها ربي، خاطر هو بما أن البشر أغلبهم في الحياة وكلهم من الشر، قال له النصيب هذاك لا خير بهم ولا خير بي، يعني ما فرش على ربي فرضا. قالوا أعطيني 99% من خير من إنس وجن، يعني مسؤولين. فك علي ما شرطش، خاطر يعني روح ما عندوش حق في حد شيء، لكن مشى نفسي المفروض من ليس من لدن الشيطان للديمون وربال، لكن من لدن المولى هو اللي مش يوقع تعيين النسبة المئوية عموما. نسأل الله السلامة اللي ما جيناش منهم، هؤلاء الأشقياء المغفلين المبعوث بهم من طرف كل الشياطين إنسا وجن. والسلام على رسول الله.